جاهز. اللجان المدنية في مدينة درعا، درعا البلد، 15/5/2013، معركة تحرير الحزب في درعا البلد. جاهز هزاوي؟ نعم. كنت حج. كريم هذي. أعطينا أعطي عز جاهز يا شباب. خليكم بعدين عزيز. هاي الدشوة. جيت البارح. هاي نفسها. هذا عمرها. الجزء شوي على اليمين. على اليمين على اليمين. أيوة. بس خليك يسرع. الجزء على اليمين. قد يرجع على وجه طريق. لا لا لا. ما بس تأخر. يا موري تحرك شفينه بدأ كذا بعدها يطلع. هو تلاقيه وراهم مباشرة. شباب في واحد كأنه من جيش النظام زحف. زي خلينا نتحدث. الطلاقي هو. أي هو. هو بس في الباشر يضرب. يعني خاف يضرب يزام. فات عليها ولا طلع منها. بس يا شباب. لا زحف تحت هاي تحت. أي أي أي. إيه زحف زحف. بس خلينا نضرب عليه طلقة. يضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصر بسم الله الله اكبر. تنفيذ عمليه قصف الكراس. الله أكبر. بدأوا يقنصون على كاميرتنا التي تنقل الحقيقة إلى العالم، لكننا لن نستسلم، وإن هنا لصامدون، وإنها لقضيتنا وسوف ندافع عنها بدمائنا. اضرب ما شئت من الرصاص، لن أنسحب قبل فضح جرائمكم. الله الله أكبر. ما فجرت. فجرت جوا. فجرت جوا. ان شاء الله يا رب. يدخانها بيطلع من الشباك. الله يرضى عليك.